توجيهات جلالة الملك وفخامة السيد الرئيس، ده الاجتماع الأول. ويعني الحمد لله احنا كان بقالنا فترة بنحضر لهذا الاجتماع ما بين الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في 11 مذكرة تفاهم وفي 14 مبادرة لتعزيز التعاون المشترك ما بين بلدينا وشعبينا. وده يعني تعتبر بداية قوية إن شاء الله بإذن الله نقدر نبني عليها، وده بيعتبر كمان تحضير لزيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وأيضا للاجتماع القادم للجنة المشتركة إن شاء الله الاجتماع الثاني في مملكة البحرين. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير ومعالي الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني يمكن معالي الوزير أول مرة شرفنا في العاصمة الإدارية الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله يعني تبقى فاتحة خير. ويعني كان لينا كمان شرف لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، وأكد على كل الدعم وتشوقه لزيارة سمو ولي العهد لمصر في القريب العاجل. شكرا معالي الوزير، ويسرنا أن نكون اليوم في جمهورية مصر العربية الشقيقة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفخامة رئيس دولة جمهورية مصر العربية. وأحنا اليوم يسرنا أن في الاجتماع اللي تم الاطلاع على فرص واعدة وفرص اقتصادية وتجارية كبيرة ممكن أن يتم تفعيلها لزيادة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة، وكذلك خلق الفرص الواعدة، فرص العمل، فرص الاستثمار اللي فعلا تحرك الاقتصاد وتزيد من التبادل التجاري. وتم التوافق على عدد كبير من المبادرات المشتركة والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم، وذلك استعدادا لزيارة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك استعدادا لعقد اجتماع الثاني للجنة المشتركة. وما رأيناه من نمو اقتصادي وفرص اقتصادية واعدة في جمهورية مصر اليوم فعلا يبين حجم الاقتصاد ويبين حجم الفرص الاقتصادية في جمهورية مصر. العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا فيها اليوم فعلا تبين حجم الإنجاز وحجم الرؤية المستقبلية لجمهورية مصر الشقيقة.